فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوقت. منزلة الوقت من أهم المنازل وأصحابها لعباد الله السائرين إلى الله جل وعلا. ولا يمكن أن يسير عبد حق السير إلى مولاه إذا كان خارج إطار هذه المنزلة العالية الرفيعة، منزلة الوقت. منزلة إيمانية مرتبطة أشد الارتباط بسائر منازل التعبد الإيمانية والإحسانية جميعا. والمؤمن حينما يعي حقيقة هذه المنزلة ويدخل في سياقها وفي فضائها، فإنه يشعر بحركة سيره ويشعر بالأنس والنشاط في السير، أي الحيوية في سيره إلى الله جل وعلا. لا يمل ولا تصيبه الوحشة، وحشة الطريق، ولا تقتله الغربة، أعني غربة هذا الزمان، غربة الفتن والمحن، بل يعيش داخلها وفي وسطها بثبات ويقين وأنس، وأنس كامل بالله جل وعلا لما شعر به من جمال هذه المنزلة، أعني منزلة الوقت. قبل الحديث عن الصبغة الإيمانية للوقت، لا بد أن أشير إلى أن الزمان كما بينه القرآن الكريم له ارتباط وثيق جدا بحياة الإنسان، بل هو حياة الإنسان عينها. أنا وأنت، كل الإنسان، إنما نحن عبارة عن فترة أو مرحلة زمانية تبتدئ بلحظة ميلاد وتنتهي بلحظة وفاة. هذا هو الإنسان. الإنسان عمر، عمر ولد فمات، هذا هو تعريف الإنسان، وهذه حقيقته وهذه حدوده، بداية فنهاية. ومن الإشارات اللطيفة أن كل العبادات في الإسلام ارتبطت بمواقيت، إما مواقيت محددة أو مواقيت مطلقة. فمعلوم مثلا أن الفرائض والأركان مرتبطة بمواقيت محددة، فالصلاة واضح جدا قول الله جل وعلا فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية وغيرها من مثل هذه الأشياء تستخرج منها أحكام فقهية، لكن لا نقصد اليوم استخراج الأحكام الفقهية، وإنما نقصد تبين المنزلة الإيمانية. فين كاين الجانب الإيماني في مواقيت الصلاة؟ فين كاين المنزلة التي هي منزلة إيمانية إذا أخذ الإنسان بمواقيت الصلاة؟ كيف يجني العبد وارد الإيمان من مواقيت الصلاة ومن سائر المواقيت؟ ورمضان واضح جدا أنه وقت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وقت. شهر رمضان، وقت. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والزكاة، وقت. وآتوا حقه يوم حصاده، وقت. حولان الحول إنما هو عبارة عن مؤشر على أن الوجوب قد تعلق بذمتك، أن تخرج الزكاة إذ حصدت زرعك أو قطفت ثمرك أو دار الحول على تجارتك. زمان، وقت. والحج أيضا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر معلومات، لا يمكنك أن تحج خارج أشهر الحج، قبلها ولا بعدها، وإنما الحج الوقت، الوقت. ويتعين منه أو تتعين منه لحظة بالذات، إذا ضاعت ضاع الحج كله، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. ولا يعني المكان، إنما يعني الزمان، لأنه عرف شكون هي، واحد الوطية فيها جبل الرحمة. ولا يقصد عليه الصلاة والسلام المكان، وإن كان المكان مقصودا بالتبعيد، وإنما يقصد الزمان، أي يوم عرفة. الحج إلى فت لك الوقفة، فت منك أو ضاعت لك الوقفة ديال النهار ديال تسعود ذي الحجة، فما حججة، لأنه المكان بقي في موضعه. وقف في نهار سبعة لم تصنع شيئا، وقف في نهار عشرة لم تصنع شيئا، ما حججت. فيجب أن تقف بعرفة يوم، يوم القضية تتعلق بالزمان، يوم عرفة، حتى تغرب الشمس عليك وأنت واقف مستقبل القبلة تدعو ربك يوم، يوم في النهار ديال عرفة.
فإذن الحج وقت وأوقات، الزكاة كذلك، رمضان كذلك، الصلوات كذلك، سائر الأعمال. طيب ندخل الآن، هذا غير التمثيل الآن وبيان، إلى الأعمال التي لم توقت بأوقات محدودة وهي سائر الأعمال. هل هنالك عمل ينجزه العبد خارج الوقت؟ لا يوجد عقلا. أي حركة أنت تنجزها وأنت حي فأنت تنجزها داخل الزمن الذي هو عمرك. يعني الأعمال النوافل، صلاتك بالليل أو بالنهار، تسبيحك، صدقتك الجارية، صدقتك النافلة التطوعية، أعمال البر كلها مما لم يفرض عليك، لا يمكنك أن تنجزه خارج الوقت، أنت محكوم بأن تنجزه داخل الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين إلى فعل الخير في أوقات معينة، يعني كصيام الاثنين والخميس ليس واجبا لكنه ندبون. فإذا كان تحديد أيضا لا على الوجوب ولكن على التحبيب وعلى التقريب وعلى الندب لمواقيت هي أفضل لفعل الخير من غيرها، أو صيام الأيام البيض وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا الملاحظ أن أعمال الدين كلها عندها أوقات، الواجب منها وغير الواجب سواء. شنو هو الفرق؟ الفرق أنه في بعض الواجبات أو في كثير من الواجبات بالأحرى الوقت حتى هو واجب، الوقت يكون واجبا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه آية تفصل مواقيت الصلاة على الوجوب بيانا، أما المجملة فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذن كين واجبات للوقت ديالها واجب، وكين أعمال التي هي لا تقع إلا داخل الوقت، لكن لك أنت أن تختار الوقت. أما أنك تنجزها خارج الوقت عقلا وطبيعة لا يتصور، لأنك أنت كلك سميتك الوقت، الإنسان هو الوقت. إذن هذه ملاحظة عامة حول أعمال الدين والتشريع بصفة عامة. ندخل الآن إلى مرحلة أكثر تقدما في السير إلى منزلة الوقت التي نتحدث عنها. الوقت هو وعي إيماني، يعني واحد الإحساس للعبد المؤمن بالزمان بواحد الشكل يجعله مرتبطا بالله في كل أعماله، ولذلك يصبح شعوره بالوقت حساسا جدا. وقد كان أهل التربية وأهل الورع قديما من الزهاد والعباد وعلماء الورع والصلاح والتقوى والفلاح قديما يصفون العبد الزاهد الصالح الذي يشتغل بالعبادة والذكر سائرا إلى مولاه لا يضيع وقتا، يقولون في حقه فلان له أوقات، فلان له أوقات. ماذا يقصدون بالأوقات؟ أي له أوقات، أي أنه يعيش لحظات يتصل فيها بربه، لأن الوقت الذي يكون لك صلة بالله جل وعلا هو الوقت الذي أنت ربحته. أما الوقت الذي لا تكون على صلة بمولاك فيه فإنما هو وقت ضاع منك، وهذا الذي قصدوه بقولهم فلان له أوقات أو صاحب أوقات أو ذو أوقات. ولهذا إذن حينما يقولون مثلا يصلي الأوقات أو يصلي الوقت هم يقصدون الصلاة الواجبة، نعم، لكن يشيرون إلى جانب أخص من هذه الصلاة، وهو أنه أولا يحافظ على مواقيتها. وقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها. فقلت إذن هو أولا يرتبط بالوقت، لكن بعد ذلك يعيش حياة الإيمان بهذا الوقت، أي يستفيد من طبيعة الوقت ومن أسراره. وما من وقت، هذه قاعدة، ما من وقت وقته الله لعبادة من العبادات إلا وله أسرار خاصة لا تكون إلا فيه. فصيام رمضان هو غير صيام الأيام قطعا، ومعروف الأحاديث الواردة في هذا كثير، يعني الكرة الأرضية بل الكون، ماشي الكرة الأرضية، الكون تتغير أحواله بدءا بعالم الشهادة إلى عالم الغيب، الجنة والنار، حيث تفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم أو النار والعياذ بالله، وتصفد الشياطين. هذه حركة كونية غيبية
تقع في وقت اسمه شهر رمضان. وكذلك عرفة حج، الله جل وعلا يطلع على عباده الواقفين بعرفة فيغفر لهم مغفرة عامة شاملة لكل من وقف صادقا يدعو ربه، ويرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم. وقت إلى بت تلغضى ما بقاش ذاك الوقت مشاء. والله جل وعلا ربنا ينزل كل ليلة في آخر الليل أو ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول سبحانه: هل من مستغفرين فأغفر له. يعني الله جل وعلا سبحانه وتعالى إذن يجعل لنا وقتا خاصا فيه استدرار الرحمة، وفيه استدرار المغفرة، وفيه استدرار الأعطاف والألطاف الإلهية. وقت آخر الليل أو ثلث الليل الآخر، حديث النزول المشهور صحيح ثابت عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالدين لما يعطي الوقت عرب الله هذاك الوقت سر، وإلا مشي نضع لك راه ضع لك السر. ولذلك ما صلى الصبح من أشرقت عليه الشمس. شنو المشكل؟ يعني هي الركعتين هي أي صلي ركعتين بحال كي صلىها من حيث الشكل، من حيث الشكل كي صلىها قبل طلوع الشمس كيف نفس الشيء إذا صلىها من بعد شروق الشمس من حيث الشكل، الأركان والأشكال، يصلي جهران، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويركع ويسجد الركعات الأولى الثانية ويسلم. لكن سر ضع منه، وهو اللحظة التي جعلها الله جل وعلا وقتا، جعلها وقتا أي جعل فيها سرا لا يتكرر إلى فتك اللحظة فتك العبادة. ولذلك قالوا إنما يقضي الصلاة ولا يؤديها، لأن يعني الأداء كيكون في الوقت وما بعد الوقت كله ولو كان بعذرين، كيسميه الفقهاء قضاء إنك ترد السلف، أما الوقت فقد ضاع منك، الأداء ضاع منك إلى يوم القيامة ما يمكنش ترده، لأنه تقول غدا نصلي لا غدا بحسابه، لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين. ولهذا إذن الوقت خطير من حيث قيمته التشريعية في الإسلام، ومن حيث أبعاده الغيبية الأشياء التي لا ندركها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، كما ذهب إليه كثير من الشراح وكثير من المفسرين للقرآن الكريم، وأعني بالشراح شراح الحديث والسنة النبوية. نرجع إذن إلى استكناه بعض أسرار الوقت، باش الإنسان يحس فعلا كيف أنه حينما يدخل في الوقت يدخل في الحياة، عاد كيبدا يعيش، عاد كيشعر بأنه عايش حقيقة، لأنه كيرتبط بالأبعاد الكونية وكيدخل في النظام اللي الله سبحانه وتعالى ركبه كما أراد هو جل وعلا. ومن خرج عن الوقت فقد خرج عن النظام الكوني كله. وإليك البيان بحول الله جل وعلا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في حجة الوداع خطب على المسلمين وقال واحد الكلام غريب يعني عجب. قال عليه الصلاة والسلام فيما قال وخطبة حجة الوداع طويلة، نأخذ من هذا المقطع، قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. اللحظة اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وخطب خطبته الشهيرة خطبة حجة الوداع، أخبار المسلمين والبشرية بعد المسلمين البشرية كلها بأنه الزمان كله مراه كمل واحد الدورة كبيرة من يومي خلق الله السماوات والأرض. لما رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه واحد نقطة عميقة جدا في عمق الوجود الغيبي، لما خلق سبحانه وتعالى الكون ولم يكن شيء إلا الله رب الكون، خلق هذا الكون السماوات والأرض، هذه مش غير الأرض، السماوات والأرض، وخلق الكون على هيئة، عنده الشكل ديالو، عنده الفورما ديالو، خلقه على هيئة، وهي يعني هذه الهيئة التي نبصر بعض مظاهرها من هذه النجوم والكواكب والمجرات وما فوقها من سماء، كما بينته مرارا، لأن السماء ماشي مفهوم مادي، مفهوم غيبي، والسماء فوق الفضاء، فوق النجوم جميعا والكواكب والمجرات وسائر هذا الذي يسمي علماء الفلك اليوم كون، ليس بكون وإنما هو بطن السماء الدنيا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وما بعد السماء الدنيا من سماوات سبع إلى ما الله به عليم. كون له هيئة كهيئته، وهذه الهيئة يعني الهيئة الفلكية الكلية للكون تنتج عنها حركة، الكون متحرك
لما خلق ربي صفته يمشي، قالتا سماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين سائرين غادين، وكل في فلك يسبحون، كل شيء غادي الملاه بما في ذلك الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، كل شيء سائر إلى مولاه، سائر إلى ساعته التي يفنى فيها فيلقى ربه بعد ذلك. شيء حقيقة غريب وعجيب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فإذا من اللي خلق الهيئة ديال السماوات والأرض وخلقها على حركة، نتج عن الحركة الزمان، نتج عن الحركة الزمان، فهذاك الزمان بدأ كيدور. علاش؟ لأن الكون كيدور. لقد استدار الزمان، لقد استدار الزمان في الحديث كهيئاته، يعني رجع لديك اللحظة الوضعية ديالو الفلكية الزمنية اللي حطوا عليها ربي، من اللي حطوا ربي سبحانه وتعالى إذ برأه وخلقه حطوا على واحد الهيئة مكانية وزمانية، وبدأ يمشي غادي 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 في دورته، يسير في سيره إلى الله جل وعلا ما شاء الله من الدورات، الله بذلك عليم، ما عددها ما طبيعتها كيفها شكلها ذلك غيب لا يعرفه أحد، حتى وصل اللحظة ديال البداية وتشكل بواحد التشكيل كيعطي الهيئة، الهيئة ديال الكون الأولى اللي كانت في اللحظة اللي خلق ربي الكون. شيء غريب جدا. هي تعرف هو النجمة كتشوفها دابا غير على العين الباصرة الضعيفة، كتشوفها اليوم هنا غدا كتشوفها شدت بلاصة أخرى، تتغير مواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذن ربي من اللي حط الكون حط الأولى، كيفاش حطوا؟ حطوا على وضع، على هيئة، هذه الهيئة ما استرجعها الكون إلا عند لحظة خطبة حجة الوداع في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باش تعرفوا بأن هذا الدين اللي سميته الإسلام ببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماشي تجدد غير الدين بوحده، تجدد الكون كله، الكون كله تجدد، رجع إلى هيئته الأولى كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عمق لا يستطيع العقل البشري أن يستكنها، أبعاده على النهاية والتمام، استدار الزمن. طيب باش ما نفهموش بانه يعني راكي لا يعني فلت لك الفجر ولا فلتت لك العشاء ولا صلاة، راه الامر بسيط، راك خسرت واحد النظام شد من هنا حتى البيت المعمور، من البحر المسجور الى البيت المعمور، خرقت نظام كوني. ولذلك كتكون يعني حقيقة الاسم يكون كبيرا وتكون المأساة عظيمة جدا، ماشي غير عبث. جا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي الرواية الأخرى فقد حبط عمله، لأنه واحد البناء كوني راك خربته. إذ فاتتك صلاة العصر أي فاتك وقتها، هذا القصد، فاتتك الصلاة فاتك وقتها، تغربت عليك الشمس وانت ما صليتش، ضاع لك نهار. ما معنى نهار؟ العمر كله حقيقة، لأن يوم أعطيني نهار من عمرك، أعطيني، ما تستطيع حتى ولو أردت، الزمان ما كيتصرفش، ما كيتصرفش، ما كيتعطاش، ما كيتواخدش، لأن الزمان هو أنا وأنت. ومن أنا ومن أنت؟ خلق الله اللي أعطاك الزمان. أش معنته؟ أعطاك الخليقة ديالك. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما كيتعطاش الزمان نهائيا، لأن الزمان خلق من خلق الله، والخلق صناعة إلهية لا يستطيع أحد أن ينشئها إلا الذي خلقها جل وعلا. فالعبادات إذا نرى واحد العملية كونية بعيدة عميقة كما ارتبها الله وكما جعلها في الإسلام، را هذه العبادات اللي كرمنا بها ربي في هذا الدين العجيب يحطنا بها مولانا على السكة ديال الكون كله، فتدور في فلكك التعبدي كما تدور النجوم والأجرام والسماوات، تنتقب طريقك إلى مولاك بحال هذاك القمر راه يدور في المنازل ديالو، ولا الشمس في حركتها الكلية الكبرى، أو أي نجم من النجوم والكواكب والمجرات تنترك شد براستك تدور حيث دار بك الزمان سيرا إلى الله جل وعلا. من اللي تفلت من المدار يعني ذلك الحوادث، حد القطار من اللي يخرج من السكة ديالو يعني الحوادث والكوارث. لهذا إذا باش الإنسان يكتشف توقيت ديال الزمان ويدور معاه ويدخل حقيقة في منزلة الوقت ويعرف رسوله في الأمن وفي الأمان، لأنه من اللي كتخرج من المدار
أنت آنئذ معرض للبلايا، معرض للأخطار، معرض لحوادث كونية من الشر والبلاء والمصائب التي قد تنزل بك بين الفينة والأخرى. بغيت الأمان، أدخل مدارك تكون مطمئنا آمنا، لأنك راك شد الطريق في النظام الكوني، والوقت راه ماشي عادي، راه له أسرار، والمقادير تحدث في أوقات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، المقادير عندها أوقات، ما تعرضش راسك للبلاء. من هنا عندك تفهم الأحاديث اللي كتوضح شي أشياء عجيبة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. عنده الضمان، عنده الأمان دي الله تعالى، ما دمت صليت الفجر حتى تمسي. لاش؟ لأنك انسجمت مع النظام الكوني كله ديال مولانا، ما غادي شي تصطدم بشي حاجة. فربي تعالى موقت ومقدر المقادير وحط لك موضعك، يوقعد في موضعك، ما تخش موضعك. خرجت من موضعك لا تلومن إلا نفسك، وموضعك وقتك، راها القيمة ديال الأمكنة تابعة لقيمة الأزمنة، رغم أن المكان هو الذي ينتج الزمان، الزمان هو اللي فيه السر. ولذلك شد الوقت ديالك، ما تغيبش على اللحظة المشهودة من أي صلاة من الصلوات ومن أي فعل من الأفعال، حجا أو عمرة أو زكاة أو أي شيء. العمر ديالك كله خليه مرتب على النظام اللي رتبه ربي تعالى، تكون منسجما مع ملكوت الله جل وعلا، إذن تكون آمنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم أو السلم بالقراءة الأخرى هو الإسلام بما يترتب عنه من أعمال منظمة موقتة. لا يوجد شيء في الدين خارج الوقت، هذا الشيء العجيب اللي أعطاه لنا الدين منة ورحمة من الله الرحمن الرحيم. يجعل المؤمن فعلا يدرك أنه حينما يغيب عن الوقت فإنما يغيب عن ذاته، ذات ديالك أنت كتغيب عليها، حلا كنت في غيبوبة، كنت ميت. ولذلك الكفار في الميزان ديال الله موتى موتى، وذلك قول الله جل وعلا في القرآن الكريم: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بدلالة المقابلة أو مفهوم المخالفة، الكافرون موتى، ما دخلينش لتنذر من كان حيا، لأن الحياة إنما هي حياة الروح، حياة الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات. هذا الدين هو كتاب تفسير العالم، كتاب تفسير الحياة، يشرح لك ما معنى الحياة، ما معنى الأوقات، ما معنى العمر، ما معنى حركات الدين جميعا. فأنت إذن حينما توقيت حياتك على موازين التشريع فقد انسجمت، وإذا وقتها على غير ذلك فقد اصطدمت. كيف إذن عمل يدخل في هذا النظام اللي سميته الوقت، اللي هو منزلة بهذا العمق هذا الإيماني، منزلة من أعلى المنازل. وقلت في البداية هو منزلة أو هي منزلة تحكم كل المنازل الإيمانية، كلها منازل الإيمان خاضعة لمنزلة الوقت. يقع ذلك بالانسجام مع التوقيت التعبدي لكل عمل. شكون هو التوقيت التعبدي؟ يعني بالحساب، بالحساب هو الحساب القمري، الحساب القمري. هذيك الشهور اللي يسميوها الشهور، الشهور العربية القمرية، راه هي اللي فيها السر ديال الحساب الكبير اللي شد من الأرض حتى السماوات العلى. أما الحساب الشمسي فهو حساب جزئي ليس كليا، وهذا بالمنطق الديني وحتى بالمنطق الفلكي الطبيعي. يعني لما الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت، مواقيت، مواقيت للناس والحج، مواقيت. أو ليس يعني التعداد الشمسي أيضا مواقيت؟ بلى، ولكن هو جزء من كل. لما قال أهل مواقيت قل هي مواقيت، راه مدخل الشموس أيضا، يعني حركة الشمس، يعني حركة الشمس طبعا حركة الأرض مع الشمس، والشمس أيضا تجري لمستقر لها في نظامها الكوني الآخر الأكبر. ولكن توقيت القمري ديال الزمن ما ينتج، ما ينتج من الزمان عن حركة القمر حاكمة على ما ينتج من الزمان عن حركة الأرض مع الشمس.
في الدين وفي الواقع ديال الكون كله. بس أبين هذا إن شاء الله على قدر المستطاع. أولا كل العبادات، كل العبادات مرتبطة بالأشهر القمرية، ولا يكون من هذا عند الله عبث، لا يكون هذا العبد سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. رمضان رمضان قمري، شهر رمضان، الحج أشهر معلومات، ذو الحجة، كلها 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 كل الحركة مرتبطة بهذه الحركة الكبرى اللي هي حركة القمر أو حركة الأرض مع القمر، يعني الأشهر القمرية التي تكون 29 وقد توفي 30. هذه الحركة هذه راه هي اللي عندها أعماق أبعد من المدار الأرضي، رغم أنه يعني حسب النظر الفلكي البسيط، يعني كنقول البسيط يعني البشري، راه غير الخدمة ديال الأرض والقمر والشمس، غير الحركة غير هنا، ولكن راها منظمة. حركة الأرض والقمر منظمة على ترتيب كوني بعيد من الأرض والقمر، مرتبط بالسماوات العلى، بحالاش أشبه ذلك ما يكون بالبيت العتيق الكعبة. ياك البيت العتيق راه في واحد النقطة جغرافية معينة بمدينة مكة، يقابل ذلك البيت العتيق في الأرض يقابله في السماء السابعة البيت المعمور الذي يدخله كذا وكذا 70,000 ملك كل يوم لا يخرجون طوافا أو عبادة ركوعا وسجودا. يعني ما بين البيت العتيق والبيت المعمور ما بينهما مسافة غيبية لا قدرة للعقل على استحضارها، تخيل حتى تشبع ما تقدرش تستوعبها، لأن طرف منها مادية هو قدامك هذا الفضاء الأرضي، والطرف الذي ما بعد الفضاء الأرضي اسمه الغيب، لا يقاس بالمسافات، ما بقاش خدمت ملا الكيلومتر ولا السنوات الضوئية أبدا، كيولي غيب، كيولي معنى آخر لا قدرة للعبد على استيعابه عقلي. هذا تقابل والنظام المركب بين عالم الغيب البعيد وبين عالم الشهادة، إذن كاين ارتباط بين الأرضي وبين السماوات العلى وبين الملأ الأعلى. راه كذلك الزمان، الزمان الأرضي عنده أيضا ارتباط بالزمان العلوي الغيبي. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي زمان هذا؟ لا قدرة للعقل على استيعابه. هذه الأزمنة الغيبية البعيدة الغريبة العجيبة مرتبطة بالأشهر القمرية ماشي بالسنوات الشمسية، ولذلك رتب الله العبادة على وزان القمرية رغم صعوبتها. محنا الأشهر القمرية ما سهل شيء تحسب، وكل شخص تبدأ تسنى ودير المراصد ودير الليجان والعدول اللي يشوفوا والقضاة، واحد عدد الخدمة كل شهر خصك تخدم باش تعرف واش عندك 29 ولا كمل 30، بينما الأشهر الشمسية حسب رأسها 30 31 جامد. لا، هذا مشكلتها أنها جامدة، لأن الكون السفلي والعلوي متحرك غير جامد. واحد النجمة راه هنا 70 عام شات إلى مدى لا يعلمه أحد، تسنى 70 سنة أخرى عاد تجي، كاين اللي يعيش يشوفها، كاين اللي يموت عمرو ما يعود يشوفها. مذنبات معروفة عندها حركة دورة ديالها 70 عام، وقد تكون وأكثر بذلك بكثير. إذن هذا الكون الرهيب، ويقولون اليوم في النظريات الفلكية والله أعلم بدقتها وصحتها، أن هاد النجوم اللي كنشوفوا غير الضوء ديال النجوم، يعني بحيث أنه لأنه خص باش يوصل كما يقولون نحن نروي كلامهم، يعني كما قالوا باش يوصل الضوء ديال ذاك الكوكب البعيد 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 باش يوصل الأرض خصو واحد المسافة، ما كيجي فاش يوصل تيكون ديك النجمة بدلت موضعة. لما كنشوفوا احنا كنشوفوا الدورات ما هو هذاك الضوء ديال ما عرفش شحال من عام هادي، هكذا قالوا. وقد يكون صحيح هذا الكلام لأنه منسجم فعلا، منسجم يعني علميا عندهم هما منسجم، ومنسجم أيضا مع الوضع ديال الخلق كما خلقه الله بما جاء في كتاب الله، منسجم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، شوف هذا التعبير دياله التي تفيد الامتناع بمعنى أننا لا نعلم، لا نعلم. لو تعلمون عظيم، هو وحده يعلم أنه قسم عظيم، يعني ما يعلمه الإنسان الآن رغم تقدم المراصد والأدوات والآلات والمعادلات الرياضية الدقيقة في عالم الفيزياء والفلك يساوي عند الله لا تعلمون، هذه درجته. وإنه لقسم لو تعلمون معناه لا تعلمون، عظيم هذا القسم عظيم فعلا. إذن بما أنه هذا الكون متحرك حي ماشي ميت، لا يوجد مفهوم الجماد إلا في ذهن الإنسان،
هذا فهم الجماد غير فهم ديال البنادم. أما الكون فهو حي، جوج الحوايج، حي ومتحرك، حي ومتحرك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حجر، شجر، ما شئت، يا جبال أوبي معه الطير. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة، كل هذا كل فيها التنوين من دلالته الاستغراق العموم، أي كل شيء مما ذكر وغيره، كل له أواب، لا يبقى شيء إلا عصاة الإنس وعصاة الجن. صافي. ولذلك خلقت جهنم، نعوذ بالله من جهنم. جهنم ما معناها؟ هي تترصد الشذوذ في الكون، كتحرق الشذوذ، لأن الكون ربي نظمه، واللي خرق النظام دياله شذ عنه، ينبغي أن يحرق، سأل الله العافية. الوقت عمق خطير وغريب، والذي يتجرأ على خرقه يلعب يعني بمجاهيل خطيرة جدا تعود عليه هو أولا بالدمار والخراب في حياته الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة وعذاب الآخرة والعياذ بالله معروف، سأل الله العافية، أشد، سأل الله العافية. لهذا إذا قلت الدخول في النظام القمري في العبادات وغيرها هو الدخول في الانسجام، يساوي الانسجام. ولذلك قال يسألونك عن الهلة، جمعوا هلال، قل هي مواقيت للناس، وما قال شيء للمسلمين، ما قال شيء للمسلمين، ما قالش قل هي مواقيت للمسلمين، بل قال قل هي مواقيت للناس، لو هؤلاء الناس أيضا يعلمون، لو أنه بغات يعني حضارة البشرية تنسجم مزيان مع النظام الكوني تجيل التوقيت القمري الذي أنعم الله به على هذه الأمة. ومع الأسف الشديد نسيناه، نسيناه كثيرا. عداد من الناس ما يقدرش يعد الأشهر العربية، ما يعرفش يعدها ويحسبها، مع الأسف الشديد، لأننا تبعنا الآخرين، دخلنا في جحر الضب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه. وخرجنا من نظام الكون إلى نظام الأرض، خرجنا من السعة والفساح والشساعة الكبرى إلى الضيق، يعني النظام الشمسي أو العد الشمسي مرتبط يلا بالتراب، بالصيفي والشتائي والخريفي والربيعي، مظاهر الأرض لا أقل ولا أكثر. أما نظام التوقيت القمري قلت من البحر المسجور إلى البيت المعمور، مرتبط بالعالم الملائكي والعالم العلوي والعالم الدنيوي والعالم الغيبي، كل ذلك مرتبط به. لقد استدار الزمان، باش كان كيحسب هو عليه الصلاة والسلام بشهر الله، قال لهم في أي يوم هذا، أي يوم هذا، أي شهر هذا، يعني في الخطبة حجة الوداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لهم بأسئلة، أي يوم هذا، أي شهر هذا، بدأ يعودها. قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هو غير بغي يأكد عليهم تحسيس بالزمان، بدركوا دخلتوا في واحد مرحلة زمنية غريبة، أليس شهر الله المحرم، يعني ذا الحجة، ما رحنا شايف ذي الحجة؟ قالوا لي، قالوا لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذاك ذي الحجة اللي حج فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وحج فيه هو، وكان ممكن يحج قبل ذاك العام، وحج في هذاك العام ليبدأ الدين ببداية جديدة في الكون لنا معشر المسلمين. لو كنا مع الأسف ندرك أسرار المواقيت، وحتى اللي أمي ما يعرفش، ما عندوش القدرة للتدبر العميق، يتبع ياك الله تعالى قالك الفجر، راه سميتو فجر، ما تفرطش شي الفجر، ربي ضمن لك أنك راك في الانسجام، ما كيهمكش بعد ذلك ماذا سيقع، المهم أن الله أخبارك من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، علمت الحكمة أو لم تعلم، المهم أنه أمر الله، وما كان من الله لا يكون إلا حكيما، ولا يكون إلا عميقا، ولا يكون إلا شاملا، ولا يكون إلا باقيا ممتدا لا تفنى بركاته، يفنى الإنسان وتبقى بركات الأعمال بعده إلى يوم القيامة. ولذلك حقيقة فعلا حينما دخلنا رسول الله في العبادات بهذا العد القمري العجيب الغريب، فقد أدخلنا في الانسجام وأدخلنا في المعنى، وقد كنا في اللا معنى. وحينما فعلا اتبعنا اليهود والنصارى والتشريعات الغربية، خرجنا من النظام الكوني إلى النظام الجزئي الترابي الطيني الصغير، وخرجنا إلى اللا معنى مرة أخرى مع الأسف الشديد. العبد إذن حينما يدخل منزلة الوقت كيشعر بأنه مرتبط بالله، منسجم مع إرادة الله جل وعلا، وهذا شيء عجيب، كيشعرك بالأنس،
كتحس بلي راك غادي في صف واحد مع الصفات، والصفات صفا اي الملائكه التي تصف بين يدي ربها قبض الصف ديالها ما معوجاش حتى واحد ما تلف على بلاصتو، كل واحد شد موضعه. وانا لنحن الصافون، شدين الصف بين يدي رب العالمين، وانا لنحن المسبحون. صفوا كما تصف الملائكه عند ربها. قيل وكيف تصف الملائكه عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الاول في الاول، يعني هي صفوف في الشكل لكنها صفوف ايضا في الاحساس، في المواجيد، في المعاني، في القلوب. شد الصف مع الملائكه التي هي تصف بين يدي ربها من الارض حتى السماء، من وافق تأمينه، تأمين الملائكة. الإمام كيقول والضالين، الملائكة كيقولوا آمين. شد الصف معه، صف كلامك، صوتك، نداءك، دعاءك مع صف الملائكة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شيء عجيب جدا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا التشريع الإخوة الكرام راه تشريع شاد، الخريطة ديال الكون كله عنده يسحبك من اللي لا صليت ولا زكيت ولا حجيت، راك درت واحد الحركة من المغرب للكعبة وكان، لا بل هي حركة في الأرض وحركة لك في السماء. هذاك الحديث العجيب الصحيح اللي تكلم معنا فيه سيدنا محمد ويوصي الصحابة، يقول له وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. يعني راه شيء عجيب، وارتباط الوقت يعني بحركة المكان الكبير اللي هو الكون ارتباط وثيق، لأن هذا نتاج ذاك الزمان، هو نتاج ديال حركة الكون الكبير والمؤشر الأرضي، يعني اللي أعطانا الدليل في الأرض منين نتبعه هو القمر. هذاك القمر هو بحال اللي بغيت تقول هو اللي كيعطينا الصورة ديال حركة الكون الكبيرة اللي مرتبطة بالعوالم الأخرى، مرتبطة بخمسين ألف سنة، مرتبطة بألف سنة مما تعد. أما الشمس فلا تدل على ذلك، ولو دلت عليه لرتب الله عليها العبادات جميعا، ولكنه سبحانه إنما رتبها على هذه الحركة الخاصة اللي كتغير تغير، مرة تصوم رمضان في البرد، مرة تصومه في الصيف الحار، مرة تحج في البرد، مرة تحج في الصيف الحار، وهكذا العبادات تتحول. وشيء عجيب جدا، حتى الصلوات الخمس اللي مرتبطة بدلوك الشمس مرتبطة قبل ذلك بالقمر، وإحنا فيه دابا الفجر في ثلاثة وشي حاجة، ومرة أخرى تلقاها في ستة مرتبط بحركة القمر. فجر الخريف ماشي هو فجر الشتاء، فجر الصيف ماشي هو فجر الربيع، وكذلك مغربه وعشاؤه وظهره وعصره. كل الصلوات رانا بداية قلت بأنه توقيت الشمسي جزء من التوقيت القمري، توقيت الشمسي محكوم بالتوقيت القمري، والعكس غير صحيح، لأن التوقيت القمري توقيت كلي مرتبط بالعمق الغيبي، أما التوقيت الشمسي فهو توقيت من عالم الشهادة وليس من عالم الغيب، مرتبط بالشمس والأرض. أما القمري فهو مؤشر، رغم أنه فيزيائي نعم هو غير كيعكس الأشعة ديال الشمس و إلى آخره معروف، ولكن ربي داروا لنا ميزان حسي، لأن عندنا احنا غير الحواس ودنينا وعينينا، حسي على من؟ مؤشر على الحركة الغيبية ديال الزمن، حركة الغيبية ديال الزمن الغيبي ماشي الزمن المادي، فنعبد الله بالزمن المادي الموافق للزمان الغيبي، هو الزمان القمري هو اللي كيوافق الزمان الغيبي. الساعة شنو كدير؟ تقارب الزمن. على هذه الساعة اللي عندنا نديرها في يدينا ولا في الحياة كتعطي شي زمان؟ أبدا كتعطي حتى زمان، وإنما تقارب الزمان. تعطي مثلا دابا سعود تقريبا 10 دقائق في يوم البرد، سعود 10 دقائق ماشي هي هذه اللحظة، ها الساعة في موضعة، هي غلطت غلطت والله، أخطأت الزمان. ومرة الساعة تعطيني مثلا ستة عطياني الفجر، ستة دابا عطياني الشمس مشرقة ما عطينا شي الفجر، شي من ساعة هذه تكذيبو ما كتعطي شي الحق. ولذلك هذه الساعة غير كان نقرب بها لا أقل ولا أكثر تنظيم حياتنا، وإلا راه في الحقيقة الساعة الحقيقية، الساعة الحقيقية هي ساعة المواقيت الصلاة، الساعة ديال الصلاة ديك هي الساعة الحقيقية. إذا أذن للفجر عرب اللي راه حركة حقيقية وقعت ماشي في الأرض، في الكون كله. لما يود الفجر راه ماشي غير الشمس راه تحركت في ظهر الأرض راه غادي تطلع من هذا الجهة، لا ليس هذا، بل أعماق من ذلك، راه وقعت حركة في الكون كامل. ملائكة نزلت من السماء
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر. هدف الحديث: وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حركة كونية، الفجر حركة كونية وليست أرضية وحسب، وإنما الأرض اش كدير؟ كتستجب. الأرض في حركتها في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنا غير متت بالفجر. الأرض في حركتها في الوقت تستجيب، كتجاوب مع حركة الكون الأكبر، وكتخبرك يا بنادم باللي راه شي حاجة ماشي عادية وقعت في السماوات والأرض. انهض لتشهد ساعتك بين يدي الله. فالخلق في الأرض والخلق في السماء في هذه اللحظة يصف بين يدي ربه. ما تغيبش، إلى غبت غاب عمرك. شيء غريب جدا. ولهذا أيضا إذا وقعت في حركة بهذا المعنى في المواقيت ديال الصلوات، عرف بالرادك هي الساعة الحقيقية، الساعة الحقيقية اللي كتوقت. لأن شكون هي الساعة؟ هي الكون كله، هو الساعة. الساعة العناصر ديالها هي الكون كله. كذب عليك الكذاب إلا يقول لك الشمس ولا كذا، أبدا. الكون كله، مجراته، كواكبه، سمواته، سدمه وطبقاته الغيبية البعيدة، هي العناصر المكونة للساعة. والبشر أيضا عناصر من عناصر الساعة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. هذه الساعة عناصرها الكون كله، كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذن اللي يعطينا المؤشرات لحركة الساعة الكبرى هي المواقيت ديال الصلوات وما يتبعها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما تقوم الساعة، قيام الساعة، اللحظة ديال قيام الساعة، في الحديث الصحيح سيكون يوم جمعة قيام الساعة، القيامة الكبرى. هل يحضر شي مؤمن ليها؟ لأنه لا يحضرها إلا أهل الشر. القيامة الكبرى تقع يوم الجمعة، يوم الجمعة بعيد الفجر، بعيد الفجر. ولذلك كل الكائنات يوم الجمعة في الحديث تصبح مصيخة، كتصبح رد البال وخيفة. الحيوانات، طيور، الديكة، الخيول، البهائم، الأشجار، كل شيء نهار الجمعة عنده حالة طوارئ نفسية، إلا الإنسان ما سيق الخبر. الجمعة إذن هذا مثال واضح جدا على أسرار الوقت بهذا المعنى الذي نذكره، وعلى السر الذي فيه في عمقه الكوني الغيبي البعيد المدى. وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه تيب عليه توبة دياله. فنزلت نهار الجمعة، وفيه أهبط الأرض، يعني هذا الحدث الغريب حيث أخرج من عالم الغيب وأنزل عالم الشهادة، يعني بحل لحظة الميلاد. أخرج من الجنة، قلنا اهبطوا منها جميعا، أخرج من عالم الغيب لهو عالم لا يستطيع العقل البشري أن يستوعبه مكانا وزمانا وطبيعة، وحول من ذلك العالم لينزل إلى العالم الأرضي السفلي الترابي في يوم الجمعة. فيه خلق، وفيه تيب عليه، أي نزلت توبته، وفيه أهبط الأرض، وفيه قبض. نهار مات سيدنا آدم مات نهار الجمعة. وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وتصبح يوم الجمعة مصيخة، أي منتبهة، خائفة، وجلة من أن يكون هذا اليوم بالذات، أي هذه الجمعة بالذات، هي اللحظة الموعودة، هي لحظة الانفجار المفني الطاوي للكون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. الإنسان وحده يبقى غافلا، لأنه محجوب بحجوب الحس، بحجوب الجسد التي لن تنكشف عنه إلا بعد موته. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قبل هذا الغطاء هو محجوب من أجل أن يقع الابتلاء، أي استجيب لنداء الغيب، أي استجيب لنداء الله، أم يكون من الطاغين، أم يكون من الخارقين لنظام الكون، الخارجين المتمردين عن نظم الله جل وعلا. هذا العمق الغيبي للزمان بما هو مرتبط بكل الأبعاد الكونية الحاضرة والغائبة، يجعل المواقيت إذن التي وقتها الله لكل العبادات وعلى رأسها الصلاة، لأن ما كاينش عبادة اللي كتدور كتير بحال الصلاة، وعلى رأسها الصلاة أقول، يجعلها أوقاتا مرتبطة بطبيعة الخلق الكوني كله وبالترتيبات. هذا هو الشيء العجيب، يعني هذه الصلوات، هذه الأوقات مرتبطة بالترتيبات الإلهية مما يسمى بشؤون الربوبية.
ربي تعالى جعل خلق وجعل الخلق واحد الحاجة ما كانتش كيكونها، والجعل حينما يعطيها وظيفتها، يعطيها وظيفتها يجعل. إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى جاعل في الأرض خليفة؟ ماشي خالق، وإنما سأعطيه وظيفة الخلافة. الجعل هو إعطاء الشيء وظيفته، فكل الخلق في القرآن وكل الجعل. هذا الزمان جعل من الله، ولما قال لك ربي صلي في الوقت الفلاني جعل من الله، فحينما تخرق جعله فقد خرقت نظام الساعة الكبرى. مش يعني يوم القيامة، الساعة الكبرى كان قصد الساعة القائمة الآن، وهي الكون عنده نظام دياله. رك خرقته، رك خسرته، دمرته في جزئية من جزئيات. لن تعود بالبلاء إلا عليك. وعلى هذا الوزان قلت قبل يفهم قول رسول الله: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن فاتته صلاة العصر كأنما واتر أهله وماله، يعني ضربة خسارة في ماله وفي أهله وولده. إذا فات واحد النهار صلاة واحدة ديال العصر بغير عذر شرعي. ولذلك تلاحظوا بأن الصلوات الخمس لا تدخلها رخصة الإسقاط البتة، مع عمر ما كاينه في الصلاة الرخصة اللي كتقلعها في خطرة، وإنما تدخلها رخصة التخفيف، التخفيف فقط. صلاة الرباعية كتولي ركعتين في السفر، أو تقتصر واحدة في صلاة الخوف في بعض صور صلاة الخوف، وإلا كاين صور ديال صلاة الخوف اللي كيمكن لك تجمع أو يعني تدير كما هو في نص القرآن، يعني كتكون الصفوف، الصف الأول يركعوا والصف الثاني يبقى قائما، ويتأخر الثاني عن الأول في حركة الركوع والسجود باش كتم الحراسة ديال العدو، أو يصلون فوجين أو غير. ذكر الإمام أحمد رحمه الله 20 صفة من صفات صلاة الخوف، أكثر من 20 صفة، لكن ما عمر ما كاين في التشريع بأنه هذه اللحظة راك معذور ما تصليش، لا وجود له. ولو كانت تغرغر لك قطرات الموت، إلى الوعيد الكين وجب أن تصلي وأنت متمدد على فراش الموت مدام العقل ديالك حاضر. فإذا غاب العقل ما تقول سقطت الصلاة، لا، لم تجب اصلا، ما واجبش عليك باش تسقط. انا فوقاش كتسمى سقطت لما كتكون وجبت الحاجه وما بقاتش واجبه، لا، اصلا في ديك اللحظه انت غائب، وانما الخطاب يخاطب الحاضر، انت ما كاينش. اذا كنت في غيبوبه لا قدر الله انت ما كاينش، لا وجود لك في تلك اللحظه، فلا يتوجه الخطاب اليك، لان الخطاب اقيم الصلاه لم يجد محلا، ما لقاكش. ولكن اذا لقاك، يعني ما معنى لقاك؟ وجدك حاضر العقل، تعلق بك الوجوب ولا يسقط عنك هذا الوجوب باي حال من الاحوال، وانما اقتضت رحمه الله ان يكون التخفيف. علاش؟ لانه وقت، ما تغيبش، ما تغيبش على الوقت. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لهذا إذن المؤمن حينما ينسجم مع الوقت يدخل فعلا في حركة السير الكونية الكبرى. كتقولي مصاحب مع من؟ مصاحب مع الملائكة، لأنها أصحاب أوقات، مصاحب مع النجوم، مصاحب مع الكواكب، ما راكش بوحدك، ومصاحب طبعا قبل ذلك وبعد ذلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. خرجت عن الوقت تصحبك الشياطين مع الأسف، لأن الشياطين هي التي تمثل خرق النظام الكوني. إبليس حينما أبى واستكبر خرق النظام الكوني، ولذلك طرد من السماوات كما قال الإمام الطبري في تفسيره: ورجم بالشهب الثواقب. ولذلك نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو هي الخدمة ديال إبليس في الكون؟ يخرب النظام ديال الكون ويخرج بندم. علاش يخرجوا على النظام ديال الكون؟ باش نبداو لا قدر الله نخسروا معاه النظام اللي ركبوا ربي، نفسدوا الجعل الإلهي. ربي بنا ونظم وانت تجي تخسر له، من أنت؟ إذا أفسدت شيئا من نظام الله سلط الله عليك البلاء في الدنيا والعذاب الشديد والعياذ بالله في الآخرة نعوذ بالله. ولذلك الوقت من حيث هو منزلة الإيمانية أمان، صافي، مبتدا وخبر. الوقت أمان، الوقت أمان، يعني لاسيرونس الحقيقي الروحي والكوني، يعني كل الضمانات الأرضية البشرية ما ضمناش راسها، تضمن هي، تضمن بعد راسها.
زيد على ذلك أنها من ناحية الشكلية كدير يعني واحد الضمانات تقريبية اجتماعية بسيطة لا وجه للمقارنة بينها وبين الضمان الإلهي الكبير. الضمان الإلهي الكبير ضمان كوني، شكون اللي يضمنني في زحال وفي المريخ وفي السماوات والمقادير اللي غادي تنزل من هنا عام إن قدر الله الحياة لي بعد عام؟ من يضمن لي في المقادير التي تأتي؟ الضامن الحقيقي الذي قدر تلك المقادير هو اللي يضمنك. لما كيقدر المقادير كيراعي لك بلاصتك حتى لا يقع بك أذى، يراعي لك موضعك. متى يكون ذلك؟ حينما تستجيب لندائي وتدخل في نظام الكون، أي في الوقت. إذا دخلت في الوقت فقد دخلت في الأمان، الوقت أمان. ولذلك المؤمن حينما يعي هذا الوعي الكلي الكوني القرآني، الخريطة ديال الزمن الكونية نعطي أن القرآن وحدة وحدة في كل عبادة من العبادات. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لحركتها وزوالها إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مستجب للصلوات ديالك في مواقيتهن. والحديث الذي ذكرناه في سياق آخر من غير هذا المجلس الذي رواه أحمد بن حنبل في مسنده والإمام الطبراني أيضا بسند صحيح، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن. يمكن لك تقول أيضا ركوعهن وسجودهن إن شئت، تنصب على الاختصاص كما يقولون. ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ووضوئهن، وعلم أنهن حق لله عليه. وفي رواية أخرى صحيحة: وعلم أنهن حق من عند الله تعالى وجبت له الجنة. ما معنى وجبت له الجنة؟ بالضمان بلا صروس ديال ربي، بالضمان الإلهي وجبت له الجنة. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا: حرمه الله على النار. هذا الوقت وحقيقة والله الإخوة الكرام إلى مأساة، ملي تشوف واحد الطائفة من المسلمين مفرق رجلينهم في القهاوي وجالسين في اللغو واللغط، يعني بنادم ميت والموتى يبعثهم الله. هؤلاء موتى موتى، كيش إحساس، إحساس بالحياة، جرام ديال الإحساس ديالو بالحياة والله ما عنده. اللي عنده إحساس بالحياة كيتقطع له القلب ديالو إلا دازت واحد اللحظة ما دار فيها والو. ومأساة فعلا حينما تنظر إلى أيامك الخوالي، كم ضاعت منك من المواقيت من الصلوات أو الزكوات أو الأفعال الخيرة، وكم شردت عن باب الله، كم أفسدت، كم فجرت، كم سرقت، كم سرقت، كم 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 كلها الأعمال ديال الشر شنو هي؟ خرق للأوقات. يعني أعطاك ربي رأس المال كنز هو الوقت، قال لك هذا الوقت ديره في الخير، تمشي درته في الشر. ماشي يعني مفهوم العمل، مفهوم العمل يعني العمل ديالك مرتبط بمفهوم الزمان. أعطاك ربي قطعة اسمها زمان، زمان معين انت مشيت هذاك الزمن باش توظفه في الخير وتضفته في الشر. ماذا أفسدت أولا قبل الحديث عن العمل؟ أفسدت الزمان، لأن رأس المال اللي أعطاه لك خسر لك، ما يعطيكش واحد آخر أبدا. واحد النهار دوزته في الحرام ما تعودش تلقى ذاك النهار آخر باش تعوضه أبدا. تتوب التوبة مفتوحة ولكن ناقصك نهار إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من توابين، وجعلنا من المتطهرين، وجعلنا من أهل الأوقات وأهل الصلوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. توب علينا لنتوب، توب علينا لنتوب، توب علينا لنتوب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أدخلنا في سترك، أدخلنا في عفوك، يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، يا جميل الستر أدخلنا في سترك، يا جميل العفو أدخلنا في عفوك. اللهم توب علينا واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. اجعلنا لك عبادا مخلصين، تائبين توابين، عابدين حامدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.